أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده شبكات الكهرباء والماء من تطوير وتحديث متواصلين هو انعكاس للجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتدعيمها بمشاريع نوعية تواكب التطور العمراني وتلبي الطلب على هاتين الخدمتين الحيويتين تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال معاليه لدى تفضله بافتتاح محطة لنقل الكهرباء وأخرى لتوزيع المياه في مدينة الحد الإسكانية إن الحكومة والتزاما ببرنامجها للأعوام 2023-2026 ماضية في توفير بنية تحتية مستدامة وبجودة عالية لا سيما في مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، وذلك على نحو يكفل تشغيلها بكل كفاءة. وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية قد افتتح في مدينة الحد الإسكانية محطة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت ومحطة توزيع المياه. وأشار معاليه بهذه المناسبة إلى ما توليه الحكومة من حرص دؤوب على رفع جودة حياة المواطنين عبر العمل على زيادة جاهزية المشاريع الإسكانية بالبنى التحتية المتطورة لتوفير تجربة سكنية نموذجية ومتكاملة المرافق والخدمات. وحيى معاليه في هذا الصدد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية والاستمرار في توفير خدمتي الكهرباء والماء بجودة وكفاءة لكافة المشتركين، مشيدا في الوقت نفسه بمساهمات الصندوق السعودي للتنمية ودوره في تمويل مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين في إطار تنفيذ برنامج التنمية الخليجي. وخلال الافتتاح اطلع معاليه من خلال الإيجاز الذي قدمه رئيس هيئة الكهرباء والماء على مكونات كلا المشروعين اللذين تقدر تكلفتهما الإجمالية بأكثر من 85 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف مشروع محطة نقل الكهرباء إلى تزويد مدينة الحد الإسكانية والمناطق المجاورة لها بالطاقة الكهربائية لقرابة 40,000 مشترك بأحدث أجهزة المراقبة والقياس والتحكم وجودة المياه وبقاعة مضخات تعمل بسرعات متغيرة للتكيف مع الطلب في الشبكة. من جانبه أشاد قال سعادة الأستاذ سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بالعلاقات التنموية الراسخة والشراكة التاريخية الوثيقة الممتدة منذ عام 1976 بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين. الحمد لله الإنجازات تتوالى في العهد الزاهر لحضرة سيدي صاحب الجلالة. اليوم شهدنا افتتاح محطة 220 كيفي وثلاث محطات أيضا 66 كيفي وأيضا محطة توزيع مياه تخدم منطقة الحد تقريبا 4,000 مشترك. الحمد لله جميع هذه المشاريع تم إنجازها والانتهاء منها حسب الخطة المعلنة. اليوم شهدنا صيف يمكن 2024 جميع البيوت اللي تم تسليمها في مدينة الحد تتوفر فيها جميع الخدمات على أعلى المستوى الحمد لله. اليوم المنشآت اللي تم إنشائها كلها منشآت أيضا تم إنشائها على أحدث المستويات أوتوميتد مثل ما يقولون محطة مياه وأيضا محطة كهرباء كبيرة جدا. شاركت فيه عدة شركات سعودية وبحرينية وأيضا شركات عالمية زودتنا بالترانسفورمرز المحولات والسويتش جير. مثل ما قلت المشاريع ما راح توقف، الحمد لله مستمرين في إنجاز المشاريع وإن شاء الله خلال الشهور القادمة أيضا بتشوفوا مشاريع جديدة في مختلف مناطق البحرين. تشرفت اليوم بمشاركة معالي
الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، افتتاح عدد من مشاريع محطات الكهرباء ومحطة توزيع مياه ومولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ يقارب 32 مليون دينار. الهدف من هذه المحطات هي خدمة أو تزويد منطقة الحد بالطاقة اللازمة من الكهرباء وكذلك المياه. ويأتي هذا المشروع ضمن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، والذي يمتد لأكثر من 45 عام تم خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التنمية بمبالغ تتجاوز 11 مليار ريال.